ده محسوب على بني الإنسان. جئت ما لم يأته الوحش والطير والحيوان، فبقلب قد من حديد فكرت وقدرت وسعيت وتدبرت وأعددت مشرة جراحيا ماضيا في حدته، ونومت ولدك بمنوم وانتبذت به مكانا قصيا وأضجعته وذبحت. ومن الذي ذبحت؟ فلزة كبدك وقطعة من روحك. ما الذي كان يجري في عروقك؟ لو كان دما لما ذبحت ثمرة فؤادك. ألم يرق له والمشرة يجري في ودجيه الحجر الذي بين ضلوعك؟ ألم تصعق للدم المسفوح الذي هو من دمائك؟ ألم تفقد بعدها صوابك؟ كلا، لأن الإنسان مات في ذاتك. وإلى الآباء العاقين توجه المحكمة بمناسبة هذه القضية رسالة: أبناؤكم أمانة، هبة ربانية ونعمة عظيمة، أعملوا فيهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واحذروا قوله: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ونعود إلى المتهم: إن المحكمة وهي بصدد المداولة لم تجد لك من سبيل للرأفة ولا متسعا للرحمة، فمن لم يرحم الناس لا يرحمه القانون الرادع الزاجر، فما بالنا بمن لم يرحم ابنه؟ ومن هنا كان إجماع آراء أعضاء المحكمة على وجوب القصاص، فقد يكون في موتك بهذا القضاء عظة للناس خير من حياتك. لذلك وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية والمداولة قانونا، وامتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمود حسن عبد العظيم علي بالإعدام، ومصادرة المشرة الجراحي المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية. نادي علماء. علماء محمد السيد السباعي. بالنسبة لحكم علماء: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنسوا الفضل فضل بينكم. آية كريمة، وإن كانت قد نزلت في أحكام الطلاق، إلا أنها تدعو لمراعاة الفضل والعهد. أما أنت فقد انحل الفضل لديك إلى غدر، وقتلت زوجك بالتسميم، فخرجت على شريعة الأرض والسماء، وتمردت على فطرة الإنسان. القتل بالسم غدر وخيانة لا مثيل لها في صور القتل الأخرى، فكان جزاؤه الإعدام وجوبا ما لم يتوافر داع للرأفة. إن الرأفة أبت على المحكمة التطبيق، وتفلتت الرحمة من بين يديها رافضة أن تشملك برعايتها، فكيف وهما لم يعرفا إلى قلبك سبيلا؟ لذلك
وبعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة بالإعدام وألزمتها المصاريف الجنائية.